عالمنا يتحول لعالم رقمي، ولأن الجامعة الألمانية الأردنية دائماً في الطليعة، نحن متحمسون في الجامعة الألمانية الأردنية لنعلن لكم عن إطلاق بوابة My GJU الضيوف لتقديم طلبات القبول للجامعة بكل أمان وسرعة وسهولة أينما كنتم في أنحاء العالم. دعونا نطلعكم على طريقة تقديم الطلب. أول خطوة في تقديم طلب القبول هي أن تقوموا بتسجيل حساب لكم على البوابة، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع guests.gju.edu.jo والضغط على رابط Make an Account. ستظهر لكم صفحة التسجيل التي ستقومون بتعبئتها بمعلوماتكم الشخصية الصحيحة وببريد إلكتروني فعال، بالإضافة إلى اختيار اسم المستخدم وكلمة سر من 8 حروف على الأقل، تحتوي على رقم وحرف كبير ورمز خاص. عند الانتهاء قوموا بالضغط على زر سيف ليصلكم رمز التفعيل على البريد الإلكتروني الذي أدخلتموه. الخطوة الثانية هي أن تقوموا بتسجيل دخولكم من نفس الصفحة باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التفعيل. فور تسجيل دخولكم ستظهر لكم هذه الصفحة التي ستتمكنون من خلالها أن تطلعوا على معلومات حسابكم وتتأكدوا من دفعاتكم وتتقدموا بطلب القبول للجامعة بالتخصصات التي ترغبون بها. كما بإمكانكم مشاهدة الصفحات باللغة العربية إن أحببتم عبر الضغط على زر Arabic. قبل تقديم الطلب يجب دفع رسوم تقديم الطلب، ويمكن ذلك عن طريق إيفواتيركم. لنبدأ بدفع رسوم طلب القبول. في البداية توجهوا إلى صفحة ملفي ثم اضغطوا على زر مشاهدة الملف، ومن هناك بإمكانكم الحصول على رقم الدفع الإلكتروني الخاص بكم الظاهر باللون الأزرق. بعدها قوموا بزيارة المنصة الإلكترونية الخاصة ببنككم. توجهوا لصفحة خدمة إيفواتيركم، اختاروا الجامعة الألمانية الأردنية كمفوتر، اختاروا رسوم أخرى، ثم اختاروا رسم طلب قبول، ثم أدخلوا رقم الدفع الإلكتروني الخاص بكم ليتم ترصيد الدفعة باسمكم على النظام. عند إتمام الدفعة توجهوا لصفحة الطالب المتوقع قبوله لتعبئة طلب القبول، اضغطوا على زر طلبات القبول وبعدها على زر طلب جديد لتظهر لكم على شاشات ستقومون بتعبئة معلومات الطلب فيها. في البداية قوموا بتعبئة معلوماتكم الشخصية، بعدها معلومات شهادة التوجيه وإرفاق صورة عنها. عند الانتهاء من كل صفحة عليكم الضغط على زر التالي. بعدها يمكنكم اختيار التخصصات التي ترغبون بدراستها في الجامعة، قوموا باختيار التخصص المرغوب وبعدها اضغطوا على زر اختيار. في حال احتجتم لإلغاء أحد التخصصات التي اخترتموها فيمكنكم القيام بذلك من الجدول الموجود في الأسفل بسهولة. من المهم هنا إدخال التخصصات بالترتيب الذي تفضلونه، مع العلم أن التخصص الأول بالترتيب هو خيارك الأكثر تفضيلاً، والذي يليه هو خيارك الثاني، والخيار الثالث هو خيارك الأخير. بعدها اضغطوا على زر التالي، تأكدوا من معلومات طلبكم واضغطوا على زر إرسال، سيصلكم إيميل لتأكيد طلبكم. وهكذا ستكونون قد أتممتم طلب قبولكم للجامعة الألمانية الأردنية، وأول خطوة في طريق التميز. بالتوفيق.